أحبي نفسك، كوني أنت، كوني مبدعة. السلام عليكم اخواتي من جديد، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال والظروف، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نبداو ان شاء الله بتنظيف الغساله ديال الملابس من الداخل، تنظيف من الداخل. هاد المقاطع كنت صورت لكم شحال هادي، ويلا كتاب انني نحطها لكم او ندرجها لكم في هذا الفيديو هذا. فكيف كتلاحظوا معايا كنستعملوا الخل. كاين جوج طرق البنات باش ننظفوا الغساله ديال الملابس ديالنا اولا لافلانج، كننظفوها من الداخل كنستعملوا الخل بطبيعه الحال، ممكن تزيدوا حتى بيكربونات الصودا، واستعملوا كميه لا باس بها. انا استعملت هنا النص ديال القرعه كبيره ديال الخل العادي، هذاك العادي البنات اللي كناخذوه من الحانوت. فالطريقه الاولى كديروا داك الخل، تقدروا ديروا حتى لداخل في لداخل الغساله وتسدوا، وكتقدروا تستعملوا البروغرام اللي فيه اعلى درجه حراره ممكنه. صافي كتخدموه وكتخليوها تخدم بديك الطريقه، راها كتغسل راسها براسها. والطريقه الثانيه للناس اللي متوفره عندهم في لي ماشين ديالهم هي هذه، كنضغطوا على بصبعنا بجوج في نفس الوقت على هاد جوج ديال 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 لي بوطون، وكتخدم اوتوماتيكمون نيتواياج دو لا كوف، كتبدا اوتوماتيكمون كتنظف راسها براسها من الداخل. فكاين اللي عنده هاد الخاصيه هكا متاحه عنده في لا ماشين ديالو، كاين اللي ما عندوش. اللي ما عندوش يستعمل البروغرام اللي فيه اعلى درجه حراره كاينه، اللي هي كاين اللي عنده 90، كاين اللي عنده 95. المهم باش هكذا كتنظف لا ماشين مزيان من الداخل مع داك الخل. وكيف قلت لكم الا بغيتو تزيدوا حتى البيكربونات الصودا مزيان. ها انتما كيف كتلاحظوا راه في الاول كتبدا تدور غير بشويه بشويه، من بعد كتاخذ الماء كدور بشويه بشويه، من بعد كتزاد السرعه بزاف. وكيف كتلاحظوا معايا هنايا ديك الرغوه تكونات ديال البقايا ديال الصابون او السائل او المسحوق اللي كننظفوا به الملابس، دوك البقايا اللي كيبقاو لداخل في الماكينه هما كيخرجوا كيف ما كتلاحظوا معايا. هاد العمليه البنات ضروري ضروري ومؤكد اننا نديروها على الاقل مره في الشهر او حتى شهرين، باش الماكينه ديالنا ما كتكونش فيها الروائح وما كتبقاش يعني فيها دوك الترسبات اللي ممكن يخسروها مع المده. وهنا غادي نبدا معكم هكذا مقتطفات من اليوم ديالي شنو درت في هذا النهار. كان هو يوم السبت فاللي هو البارح، فخديت لكم هكذا مقتطفات شنو درت في داك النهار. صباح طبيعة الحال اعمال منزلية، من بعد خرجت مشيت المرجان، كنت ناوية نصور لكم لكن للأسف ما لقيتش الاجواء ملائمة باش نصور، ما لقيتش كيفاش ندير، فتراجعت ودزت البيم ومن بعد رجعت للدار. بلاتي يلا دابا شوية باش دخلت، كنت دزت المرجان ومن بعد دزت البيم. من المرجان ما خليت والو صراحه، خليت غير هاد هكا قلع الطبله، ناب ديال بلاستيك الطبله، لقيتو بثمن زوين وما ترددتش باش ناخذو. هذا البنات غير ب 10 دراهم، 9 دراهم والفصيله، يعني نقولوا 10 دراهم زوين ما بيهش، يعني بمقارنه مع الثمن راه مزيان. فيه مترو 40 على مترو 25، حتى نحلو راه نوريه لكم. ومشيت البيم باش ناخد شي مواد هكا ديال التنظيف كانت خاصاني، وانا نلقى هادو هاد المنتوجات هادو اللي كيهضروا عليهم البنات في اليوتيوب، شي اخوات هكا كانوا هضروا عليهم وشكروهم، فقلت نجربهم. صراحه بيني وبينكم عمرني ما جربت منتوجات بيم، خصوصا هادشي ديال مواد التنظيف عمرني ما جربتهم، غادي نجربهم ونرد عليكم الخبر. هذا كيدير 12 درهم البنات و50 سنتيم. خديت هذا معطر هكا ديال الجو او البيت، ممكن يترش حتى على الزرابي على هكا الفراش. وخديت كذلك هاد الملين ديال الحوايج اولا معطر، هو صراحه ملين
وكيخلي ريحه زوينه في الحوايج. انا اول مره غادي نجربه، كيف ما قلت لكم شفت اخوات هكا شكروه وقلت نجربه ربما يكون زوين. والثمن ديالو ما غاليش البنات، وقيله الا بقيت عاقله 14 درهم وشي حاجه، المهم ما وصلش 15 درهم. بس نشوف كاين ما قاصي شي حاجه، ماشي شي حاجه ضروريه، ماشي شي حاجه مهمه. هذه هي اللي باش خلصت، 15 درهم و 90 سنتيم البنات، كيدير 15 درهم و 90 سنتيم. ما عرفتش واش بان لكم، هاي شتيوها ها هو الفوقاني 750 ml. المهم البنات هادو اللي خديت انا اليوم، غادي نجربهم ونرد عليكم الاخبار. باقي منتوجات اخرى مره اخرى ان شاء الله ناخذها ونجربها ونرد عليكم الاخبار واش فعلا كيستاهلوا هاد الضجه اللي دايرين عليها بعض الاخوات هكذا في اليوتيوب تيشكروا هاد المنتوجات ديال بيم. فقلت نجربهم ونشوف على الله. هذا راه يعني فيه لوت جافيل البنات، هذا عباره على لوت جافيل وقيله وكونسونطري شويه، خاص بلي طواليت اعزكم الله. هذا كيف قلت لكم معطر، وهذا منعم ديال الاقمشه، يعني كنستعملوه في لا ماشينه لافي، منعم للاقمشه وكيخلي ريحه زوينه في الحوايج. غادي نجربهم البنات ونرد عليكم، وان شاء الله مره اخرى ناخذ منتوجات اخرى. فوالا هذا هو اللي خديت من مرجان صافي، ما خديتش شي حاجه اخرى صراحه. كنت بغيت نفيلمي لكم، بغيت نصور لكم هكا في مرجان، ولكن ما لقيتش كيفاش ندير. كان عامر اليوم السبت، عامر بزاف، وخفت هكا اللي يحبسوني على التصوير، ما لقيتش كيفاش ندير. مره اخرى ان شاء الله. هنا البنات غادي ندير الحوايج يتصبنوا، غادي نجرب معاكم نيت هذا اللي قلت لكم اللي خديت من بيم. هذا فلوطا كنت ديجا هضرت لكم عليه، كناخذو غير من عند بائع مواد تنظيف، فيه اللون الاخضر وفيه هذا اللون. هذا هذا كبير صراحه، خديته ما عقلتش امتى خديته صراحه، راه مده طويله باش خديته. دابا دا ليا بزاف، هانتوما كتلاحظوا كيدير 50 غسله، دا ليا بزاف صراحه. وغادي نديرو دابا نيت هنا في الماكينه باش نغسلو الحوايج، وغادي نديرو هذا في المكان المخصص له. البنات صراحه ريحتو غزاله منعشه بزاف، ومنين خرجوا الحوايج ونشرتهم ريحتهم زوينه زوينه بزاف. وكذلك حتى من بعد ما طويتهم، ولكن واش غادي يدوم الريحه الله اعلم. المهم مبدئيا كيبان زوين. وهنا دزت جربت هذاك المعطر اللي قلت لكم، صراحه ريحته غزاله، كتحسي هكا بالانتعاش في الدار، ولكن للاسف ما كيدومش بزاف، ما كيدومش البنات. يعني في العشيه في المساء ما بقاتش ريحته نهائيا في الدار، خرجت ودخلت ما شميتش ريحته في الدار للاسف. اول قلعه البنات اللي قلت لكم درته في الطبله، وجا زوين صراحه، جا كبير، ما توقعتش انه كبير قد هكا. هانتوما شوفوا كبير، دار على الطبله كامله، باقي غير ما دوك الطويات هكا باقي ما تحلوش مزيان، ولكن صراحه مزيان. يعني باغابوغ لو بري ديالو اللي 10 دراهم راه مزيان. شفتو شحال كبير صراحه. المهم هذا صدق رخيص وزوين هكذا للتغيير وصافي. ومن بعد دزت المطبخ، كنوجد الماتيريال باش نطيب الغداء. الغداء ديال اليوم كان عبارة على طاجين عادي بالدجاج والخضر،
وهنا من بعد ما ساليت رديت الطاجين ديالي كيطيب وبديت كننظف هكا المطبخ، نظفته ورتبته كل حاجه رديتها لبلاصتها وكل حاجه نظفتها هكذا البنات باش ما يبقاوش يتراكموا علينا الاشغال. المهم من بعد خدينا الغداء ديالنا اللهم لك الحمد وصافي، ما بقيتش صورت من البنات في العشيه من غير هاد اللقطه هذه فين جلست مع راسي هنايا. ضروري البنات عندي في النهار شي جلسه مع نفسي بحال هذا الشكل هذا، الا ما كانش في الصباح كتكون في العشيه او لا على حسب الظروف، يعني الا سمح لي الوقت راه غندير حتى جوج مرات يعني في الصباح وعشيه. المهم كنوصيكم حتى نتوما تجلسوا مع راسكم، ترتبوا افكاركم، تاخذوا نفس، ترتاحوا مع راسكم مزيانه هاد القضيه هادي باش باش كتجددوا الطاقه. وشنو غنقول لكم البنات، ما تنساوش انكم تابوناو في القناه ديالي. هنا راه كنت شاده البيسي كنت خدامه ودخلت القناه كنفكر انني ندير دي موديفيكاسيون هكا في القناه، كنت فكرت انني نغير الاسم ديال القناه ولكن كنت سولتكم في واحد البوست في الكوميونيتي فاغلبيه فيكم قالوا لي لا بلاش خليها فخليتها. المهم البنات انا كنرحب باقتراحاتكم، اي حاجه بانت ليكم هكا شي تغيير شي حاجه ما عجبتكمش بالعكس على الراس والعين تعجبني اقتراحاتكم. كذلك ما تنساوش اللي كنوصيكم دائما شاركوا الفيديوهات ديالي مع الاصدقاء ديالكم، واللي باقي ما تابوناتش تابونا بلا ما تتردد، واللي تابونات ترجع تشوف الفيديوهات القديمه لانها فعلا كتستحق المشاهده ولو للاسف الشديد ما لقاتش حقها في المشاهده، ولكن معليش باقي عندي امل. يلا البنات نضرب لكم ان شاء الله موعد في الفيديو القادم بحول الله، خليتكم في امان الله، سلامه.